هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز؟ لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها حتى تنتهي العدة، لأنها أي مطلقة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة إلا فيما استثني، وإن كانت غير رجعية فإن علاقة نكاحها مع زوجها الذي طلقها قد بقي شيء منها، فلا يجوز أن يتزوج عليها أختها. ولكن يجب أن نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير الرجعية. الرجعية هو من يملك زوجها إرجاعها بلا عقد، وغير الرجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد، ثم إن كانت بائنة من بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقد بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فتحل للزوج الأول بعقد جديد. ولكن يجب أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة، لا نكاح تعليق، لا نكاح تحليل، فإن نكاح التحليل باطل ولا يحلها لزوجها الأول. مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها. فرآه أحد أصدقائه نادما فأراد أن يحسن إليه بزعمه، فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مرات فلم بنية أنه إذا جمعها طلقها لتحل للزوج الأول، ثم جمعها ثم طلقها، ففي هذه الحال لا تحل للزوج الأول، لأن نكاح الثاني لها نكاح فاحل حيث قصد به التحليل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. وخلاصة الجواب أن نقول لا يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلقها حتى تنتهي عدتها. فإذا قال قائل وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين زوجته وبين امرأة أخرى سوى أختها؟ قلنا نعم، لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها، وأما أمها وجداتها أي أم زوجته وجداتها فإنهن حرام عليه على التأبيد، لا يحلن له ولا طلق البنت. وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج إذا كان قد دخل بزوجته التي هي أمهن أو جدتهن، ومعنى قولنا دخل بها أي جامعه، لأن ذرية المرأة يعني ذرية الزوجة حرام على الزوج إذا كان قد جامع أمهن. فإن عقد عليها ولم يجامعها ثم طلقها وتزوجت بآخر فإن بناتها من الزوج الآخر حلال له، لأن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال هذا في سياق المحرمات إلى الأبد، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم.